خليني اوقفك دقيقه واحده ردا على الاستاذ عبد السلام، ان الرئيس بايدن الان اتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن العلاقه بقى اتحسنت. هناك يعني خبر عاجل، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا الان من الرئيس الامريكي جون بايدن. كان من شهرين بيتصل؟ لا جو بايدن بس يعني يعني هي الفكره انه هي موضوع غزه. انا اقصد ان حضرتك قلت ان 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 العلاقه بالاداره الامريكيه تحتاج طبعا مع بايدن كان فيها ده وصف حزب الوفد زمان طبعا تمام طبعاً.